الخروجه والفسحه الحلوه من الحاجات اللي بيحبها جدا ولادنا واحفادنا في الاجازات. مهم جدا في موسم اجازه نص السنه دلوقتي ان احنا نستغل الوقت ده ونفسح اولادنا ونجدد طاقتهم، عشان مش بس يخرجوا خروجه حلوه، لا كمان يستفيدوا ويتعلموا ويعرفوا مصر، مصرهم دي شكلها ايه. في اماكن كتيره ممكن تروحوها زي معرض الكتاب اليومي والقلعه ومتحف الحضاره، يعني في اماكن كتير. روحوا اي حته في مصر تخرجوا منها مبسوطين ومجددين الطاقه بتاعتكم. كل الكلام اللي قلناه قبل كده مش هندفع، يعني هتقولوا كل دي مصاريف، لا، لو احنا رحنا اكلنا في مطعم ثلاث نجوم مش هيكلفنا اكتر كتير طبعًا من الفسحه اللي هنعملها لاولادنا دي، هي ومش هنجدد طاقتهم، يعني دي اكله وتعدي. مصر مليانه بالاماكن الجميله، يعني ممكن تنفع نتفسح فيها ونخرج ونقضي يوم حلو بمصاريف اقتصاديه ومعقوله جدا. وده يمكن اللي بتعمله ضيفتنا النهارده، اللي بتعمل رحلات جوه القاهره وايضا في المحافظات، واسست مبادره اسمها تعالوا نعرف مصر. مهمة قوي على فكرة حكاية نعرف مصر دي، وخصوصا للشباب الصغير. مشرفانا في الاستوديو عشان تقول لنا وتعرفنا على كتير من الأماكن اللي ممكن نتبسط فيها. مشرفانا في الاستوديو الدكتورة ندى زين الدين، الباحثة ومرممة الآثار. مش كل حتة هتاخدينا بقى فيها بتاعة الآثار ولا إيه؟ لا لا، زي حضرتك. طيب. أهلا بيكي يا ندى، أنا مبسوطة جدا إنك موجودة معانا، ومبسوطة أكتر باسم المبادرة اللي أنتِ عاملاها، تعالوا نعرف مصر، لأن فعلا زي ما أستاذة سناء كانت بتقول مصر فيها أماكن جميلة جدا، ومن حقنا إحنا ولاد البلد إن إحنا نعرفها ونعرفها لأولادنا، خصوصا إن الأجازات ابتدت. قولي لنا بقى نودي الولاد فين في أجازة نص السنة؟ بصي طبعا هو يعني الاماكن فعلا كتيره جدا جدا، يعني لا حصر لها. عارفه انت بتقولي الاماكن كتيره جدا، ولكن مثلا ايه لو قعدتي اتكلمتي مع الولاد يقول لك ايه هنروح فين، خلاص نروح ناكل في حته. النتيجه ان احنا ايه بندفع كتير، نروح ووزننا بيزيد، والمول الفلاني بالظبط كده يعني. وما بيستفيدوش حاجه. لا طبعا بصي خلينا نعمل الرحله عشان نبقى سريعا، رحله جوه القاهره ورحله بره القاهره. يا ريت. تمام. اولا احنا بنستغل موسم الشتاء، احنا دلوقتي الجو رائع في الصعيد، عندنا خط الصعيد ده وحتى يعني في القاهره ما شاء الله. ده شتاء، شتاء ايه ده؟ ده شتاء جميل حقيقي. فاحنا خلينا نبتدي جوه القاهره، اللي عايز يعمل رحله عندنا اماكن كتير جدا. وعلى فكره انا اشكر حضرتك على ملحوظه التكاليف، لان ناس كتير بتفتكر ان انا هروح ادفع مصاريف كتير وبالتالي انا هصرف كتير. لا فعلا اللي بنصرفه في المطعم اكتر من الخروج. عندنا مثلا زي يوم نعمله يوم زي مثلا قلعه صلاح الدين الايوبي، ناخد القلعه وبعد القلعه نطلع مثلا على مسجد السلطان حسن وجامع الرفاعي. مسجد السلطان حسن وجامع الرفاعي دول في ميدان القلعه، ومسجد السلطان حسن ده الهرم الرابع لمصر. حتى الاولاد كمان في التاريخ يبقوا هم كمان شايفين اللي بياخدوه في المدرسه في الدراسات الاجتماعيه مثلا في المماليك، تاريخ المماليك، يطبقوه على ارض الواقع. دي خروجه. خروجه ثانيه لو عايزين مثلا ان احنا لا مش عايزين بقى كله اثار وتاريخ ومعلومات، في منطقه المانيال، منطقة آثار مانسترلي، عندنا متحف الرائعة الراحلة اللي بالمناسبة كان طبعا مش عارفة عيد ميلادها وفاتها مش عارفة، أم كلثوم الراحلة أم كلثوم، المتحف بتاعها. في نفس المكان عندنا مقياس النيل، مقياس النيل ده أو ثاني أقدم أثر إسلامي في تاريخ الإسلام، لأن هو كان من خلاله بيتعمل فرض الأراضي الزراعية ومنسوب النيل. قصة كبيرة جدا. يبقى معنى كده أنا بخليهم يشوف إيه تنوع، يبقى مش كله تاريخ. هم الاطفال انا لما بيجي معايا رحلات اطفال بيبقوا مغرمين بمتحف ام كلثوم، بيشوفوا الفساتين بتاعتها، كل فستان اسم الحفله اللي هي غنت فيها، حلو قوي. فبيتعايشوا كمان هم هناك في المتحف، عاملين فيلم جميل قوي وثائقي ليها. بعد كده خلصنا هنا الجوله، نروح ناخد مركب فلوكة في النيل. الله عليكي. خلاص كده يعني علشان تعملي التزاوج ما بين الحاجتين، يشوفوا الغروب، يعني في ريكريشن ليهم وفي نفس الوقت في طيب معلوم. انا دلوقتي مش عايزه اصرف ومش عايزه اكلف ولادي في المطعم وكده، خلاص انا اجيب اكلي باخد اكلي اكله في المركب بس خلاص. طبعا فكره هايله. يعني ادي كده يوم. في طبعا بقى لو هنتكلم على بره القاهره هنبتدي مثلا، لا هو بس القاهره كده، لا قول لنا تاني في القاهره. انا بس عشان انا عايزه يبقى في يعني خليني طب اقول لك على حاجه بره القاهره وارجع لحاجه تانية على القاهره. ماشي. بره القاهره في قريه تونس في الفيوم. الفيوم
الفيوم دي محافظه شتويه، يعني ما تتراحش في الصيف بصراحه، فتتراح في الشتاء. احنا عندنا في الفيوم نروح قريه تونس، نروح وادي الحيتان، وادي الريان، نعمل سان بوردنج، تزحلق على الريان. مش كده في تونس؟ في تونس في الفيوم. ايوه ده حقيقي. سبع سواقي، بحر يوسف، بحيره قارون، وناخد بحيرة فيها قارون مركب. يعني في تنوع. طيب انا دلوقتي عايزه اروح حاجه ثانيه غير بره القاهره، الاسكندريه. الله. شوفي اسكندريه دي النوات دي في الشتاء في اجازة نص السنة هي النوة خلاص. قالوا من امبارح خلصت، كان في نوة فعلا قاتلة ثلاث ايام كانت فظيعة. عندنا ايه بقى في اسكندرية؟ انا بركز كمان على الاماكن اللي مش حدش بيروحها. اوكي القلعة الناس كلها بتروحها، انما انا عندي منطقة زي كوم الشقافة وعمود السواري، عندنا متحف خطير، متحف المجوهرات الملكية. طبعا ده رائع، الاطفال هتحبه جدا، لاني انا عارفة الاطفال بتحب الالوان، بتحب الحاجات اللي فيها فن، بتحب المجوهرات. عندنا لو نرجع بقى تاني للقاهره، لا خلينا نكمل، لا انا مبسوطه من المحافظات دلوقتي. لا نرجع طب حاجه للقاهره ونسافر تاني ورا كده. نرجع تاني للقاهره، مجمع الاديان. مجمع الاديان ومتحف الحضارات الاثنين مرتبطين ببعض لانهم في منطقه واحده دلوقتي. وعايزه اقول للناس، عشان ناس كتير لسه فاكره ان المومياوات لسه في المتحف المصري، لا المومياوات كلها اتنقلت لمتحف الحضارات. ودي بتبقى فرصه حلوه قوي ان الاولاد يعرفوا يعني ايه مومياوات، يعني ايه تحنيط. خلي بالك انا بحب الحاجات دي، لان والدي بابا كان بيودينا كل حد الاماكن دي. انا فاكره خروجات بابا معانا متحف الشمع، ويعني لا حاجات بابا كان بيودينا حاجات في، الى الان انا عارفه الحاجات دي. فنفسي الاطفال من دلوقتي يشوفوها. وعلى فكره مش بس الاطفال، كبار كمان. طبعا ده حقيقي. طب اطفال ايه ده، انا عايزه اروح وانا كمان. يلا نروح انا وانت. فطبعا لا اماكن كتير جدا. وفي نفس الوقت اهم حاجه اعرفي دماغ الطفل بتاعك. انت من مجرد ما بتبصي له حسيتيه زهق، لا اعملي له حاجه كده ورجعيه تاني. يعني خليه برده في الدايره بتاعت احنا هنعمل النهارده خروجه تاريخيه ترفيهيه ثقافيه. حلو بس جدا. ايه تاني بقى في ايه في المحافظات الاخرى؟ في المحافظات انا بالنسبه لي بحب جدا جدا اروح رشيد. رشيد دي على بعد ساعه ونص من اسكندريه. لان الناس مش قادره، يعني رشيد دي حقيقي مدينه تاريخيه عظيمه جدا جدا جدا. مهم كمان للاطفال. انا فاكره كويس كان في رحله من الرحلات كان معانا حد عنده 13 سنه. لما رحنا رشيد قعدت اقول له انت عارف، قال لي انا كنت في بريطانيا. قلت له حلوه قوي، طب انت شفت ايه في بريطانيا في مصر؟ رشيد. قال لي حجر رشيد. قلت له طب انت عارف بقى ان انت هنا في المكان اللي اكتشف فيه حجر رشيد؟ كنا في قلعه قايتباي في رشيد. بقى واقف مش قادر يصدق، قال لي ايه ده، يعني روزيتا ستون اللي هو حجر رشيد ده هنا؟ قلت له ايوه. فانت هو كمان هو بره، هو سافر في المتحف البريطاني. بس هو كام؟ هو الولد طبعا كان في المتحف البريطاني. فشاف حجر رشيد مكان. فلما قلت له لا الاصل بتاعه في قلعه قايتباي، فهو حس ان هو شاف حاجه مميزه المكان بتاعه. عندنا كمان لو الناس عايزه تروح، بس دي هتبقى سفر على الاقل 3 4 ايام، الواحات. انا عمري بقى ما روحتها دي، وانا نفسي جدا الحقيقه ان انا ازور الواحات. بصي باختصار، الواحه هي منطقه صحراويه في قلب منطقه خضراء، يعني منطقه خضراء اسفه في قلب منطقه صحراويه. تمام. احنا عندنا سيوه، عندنا الدخلة والخارجة، عندنا الخارجة والفرفرة، فرفرة زطرخ، عندنا ايه تاني؟ اخر واحدة بقى الواحات البحرية، هي سيوة اول واحدة والواحات البحرية. وعندنا واحة صغنطوطة كده بعد الدخلة اسمها باريس. باريس؟ دي تحت تحت بعد الدخلة والخارجة. الواحات دي كلها ميكس ما بين اثار مصر قديم وروماني. يعني هتلاقي معابد هناك مصر قديم وروماني. بس كمان جو الواحة نفسه، الجو الطبيعي الخارق اللي هناك. الله. العيون الكبريتيه، اي حد عنده مشكله لا انا بقول للناس بجد ولحضراتكم، دي فرصه دلوقتي لاي حد عايز يروح اي واحه. الجو دلوقتي كنت لسه هسالك الوقت المناسب ان احنا نروح الواحات امتى؟ دلوقتي لغايه شهر 3. كل الواحات فيها يعني فيها الوسائل اللي تخليكي يعني الترفيهيه، انك انت في كهرباء، في فيها كلها. هي طبعا في بعض الفنادق اللي هي قصده ده تعمل الفندق من غير اي وسيله كهرباء. دي بعض الفنادق. ولكن طبعا الحياه العامه، لا طبعا الحياه العامه في كهرباء، في كل حاجه هناك. ده انا بلاقي، انا بلاقي احيانا في القنوات الثانيه يقول لك مثلا بصوا الحته ده جبل الرخام مش عارفه ايه، وده في تراب او رمله سودا دي مطلوبه في العالم. دي الصحراء السوداء. الحاجات دي بقى الصحراء السوداء وجبل في معلومه انا اشكر حضرتك برضو بقى. ايوه في معلومه بس الناس لازم تفهمها. جبل الكريستال والصحراء البيضاء دول تبع الفرافره.
الصحراء السوداء تبع الواحات البحريه ويطلق عليها الواحات البحريه لان هناك كان بحر تيسز اللي هو بحر المتوسط كان بيمر من هناك. لانك بتلاقي كده اطلق عليها البحر. ايوه بيقولوا صح. جبل الكريستال هو كريستال او جبل الكريستال انت فعلا بتمشي تلاقي كريستال في كل حته. معقوله؟ وطبعا نحب نقول للناس وننوه اي محميه لابد الحفاظ عليها ومحدش ياخد حاجه من المحميه. طبعا يا ريت كل حد يشوف ما ياخدش حاجه يقول لك انا هاخد بس ذكرى. لا احنا نحاول نحافظ عليها يعني دي انت هتاخدي وانا هاخد طب اللي بعد كده هيبقى ايه؟ فدي محميه الواحات البحريه والفرافره اللي هي طبعا الصحراء البيضاء وبالمناسبه بيحصل فيها تخييم. يعني احنا بنسافر نعمل كامبينج نخيم وتشوفي برغم ان الدنيا ضلمه بس سبحان الله سبحان الخالق بجد الجبل الصحراء البيضاء كلها تكوينات بيضاء من الكالسيوم فانت مش محتاجه ضوء بالظبط وخصوصا لو الناس تسافر بقى في الفول مون القمر وهو مكتوب. طب قولي لي ايه الرمله السوداء دي اللي عمالين يقولوا ان مصر عندها 80% من الرمله دي هي وانها ليها استخدامات علميه كتيره صحيح. جدا جدا دي فين بقى واحنا بنستغلها ولا لا ولا إيه؟ هو حاليا تم مشروع دي على البرولوس الرمال السوداء دي في البرولوس في كفر الشيخ ودي انا شفتها بنفسي لانها بياخدوا الروماتيريال بتاعتها يعني الرمله السوداء بتتجمع الماده الخام وبتدخل في حاجتين يا اما بتدخل في السيليكا اللي بيتم فيها الزجاج طبعا ده اقيم نوع زجاج او اليورانيوم انها مواد مشعه واعتقد في مشروع تام في مشروع تام لليورانيوم بالذات ان هي تدخل دي موجوده في في البرولوس في البرولوس في كفر الشيخ اللي هي بالمناسبه اصلا محميه طبيعيه خطيره محميه البرولوس برضو دي ممكن نزورها يعني ايه اسبابها البحيرات الطبيعيه عموما في مصر احنا عندنا حوالي 5 بحيرات طبيعيه البردويل في شمال سيناء والبرولوس كفر الشيخ المنزله بين الاسماعيليه وبورسعيد وعندنا البردويل انا قلتها البردويل في شمال سيناء عندنا قارون دي في الفيوم واخر واحده اللي هي ادكو في اسكندريه البحيرات الطبيعية سبحان الله لما ربنا خلق الكون البحيرات الطبيعية دي هي مية طبيعية ولازم تيجي ليها مية مالحة ومية عذبة لأن المية المالحة بتعمل فلتريشن بتنقي المية دي بتبقى محمية طبيعية ليه بقى؟ عشان تنوع الأسماك اللي فيها بحيرة طبيعية مش صناعية يعني لازم نحافظ عليها فهي دي بحيرة البرولوس بالمناسبة برضو للي عايز يعمل حاجة يوم كده سريع صد رد البرولوس فكرة حلوة جدا احنا بنشكرك على الأفكار الجميلة دي الحقيقة يعني كلها حاجات حلوة هنتفق هنروح فين؟ نروح أنا عايزة أروح أشوف الرملة السوداء دي هي وأعرف كل التفاصيل وأنا عايزة أروح الواحات لا أجي معاكي كانت منورانا الدكتورة ندى زين الدين الباحثة ومرممة الآثار